السلام عليكم ورحمة الله إخواني وأخواتي اللي بتابعوني في سلسلة فيديو معلومة خاصة بنباتات الزينة الخارجية والداخلية. إن شاء الله حديثنا في هذا الفيديو عن نبات البنسلفانيا أو زهرة الأمس واليوم والغد، وطبعا كلنا عارفينها وكلنا بنرغب في تربية هذا النبات العطري الجميل ذو الأزهار متعددة الألوان بثلاث درجات يوميا ما بين الأزرق وما بين البنك، يعني ما بين الأبيض، ثلاث درجات يتفتحوا في خلال اليوم، أو بنرى ألوانهم على الشجيرات يعني في خلال اليوم، لذلك سميت يعني زهرة الأمس واليوم والغد. بنجد يعني مزيج من الألوان على الفرع الواحد أو على الشجيرة الواحدة. هذه يعني هذا النبات هو نبات شجيري بيتكاثر بالعقل بالبذور، نبات يعني متوسط النمو، ليس بالسريع ولا بالبطيء، عايز درجات حرارة معتدلة، يعني بيناسبه جدا من 20 لحد 30 درجة مئوية للنمو الخضري والتزهير. يزهر في مصر ودول الشام ربيعا وصيفا، وفي دول الخليج كما نصور لحضراتكم الحين بيبدأ من الخريف ويستمر الخريف والشتاء والربيع كما نرى في هذه الفترة، يعني وهذا الوقت بيتوج بالأزهار في هذه الفترة، فترة الربيع بيتوج النبات بيها جدا، يعني بيكون رائع في التزهير وريحته فواحة وعطرة وجميلة ومحببة. تكاثر زي ما قلنا لحضراتكم بالعقل الطرفية أو العقل الخشبية أو بالبذور. نبات بيحتاج طبعا رعاية شوية عشان الري يكون معتدل والتسميد يكون منتظم أيضا، بحيث إن أنا بدي نمو خضري ونمو زهري الاثنين بيكونوا يعني في فترة النشاط بيكونوا مع بعض في النبات، فلابد ان انا اهتم بالتسميد النيتروجيني اولا، ونزيد فسفور وبوتاسيوم مع بداية الازهار، او ان احنا نحط سماد مركب 20-19 مثلا 20 او 19. طبعا لما بتربى في المنازل نضع جرام على لتر مية، يعني ملعقة صغيرة على 5 لتر ماء، وبنروي مرة أسبوعيا. لما بيربى في الحدائق يعني بيكون في طبعا نظام متعارف عليه المهندس الصيانة القائم بأعمال تنسيق الحديقة يعني وصيانتها، فهو بيبقى إيه ليه برنامج خاص بيه. طبعا النبات بيظهر عليه نقص الحديد، لابد إن احنا نهتم جدا بإضافة الحديد. عايز أيضا تربة حامضية من 5.5 ل 6.8. طبعا التربة الحامضية بنحصل عليها إما إضافة حمض الفسفوريك الزراعي أو إضافة الكوكاكولا أو البيبس، الاتنين بيدوني تربة حامضية مرة أسبوعيا، بنضيف حمض الفسفوريك أو الكوكاكولا أو البيبس. يعني الكوكاكولا والبيبس على الجاردينيا وعلى الفل وعلى أي نبات يزرع عليه نقص حديد يعني، أو الورتانسي أو إلى آخره، ملعقة على لتر ماء مرة أسبوعيا، ونضيف على الماء ثم نضيفها على التربة، تمام؟ عشان الإخوة اللي بيسألوا على هذا الموضوع. الري طبعا هي ما بتحبش المية كتير، ري معتدل تمام، وده أنسب شيء ليها. طبعا كده إن شاء الله نكون تكلمنا عن هذه الشجرة الجميلة، وإن شاء الله نشوف حضراتكم في فيديو آخر هنتناول معا إن شاء الله بعد هذا الفيديو نتناول شجيرات الجاردينيا. وطبعا الحين درجات الحرارة مناسبة جدا لتزهير شجيرات الجاردينيا. السلام عليكم ورحمة الله.